Hello, Alexandre, and welcome to Yamal. Hello, and thank you. Alexandre, can you tell us what was the inspiration behind the Petite Promesse watch? The inspiration was really easy. It was to reach the young clientele that we had in the past, and it was very important for us to come back to them, to the these young people, and they changed really our mindset, because we designed for a long time for classic and elegant women, but now we thought about the young people, more creative, more fun, more crazy, and it changed our mind in terms of design. How does the watch reflect the femininity of the brand? The femininity of the brand, perhaps by the color, perhaps by the choice of the color, the choice of the wrap around the bracelet, very, very with the nice color and the small shape of the watch. Hello, Reem. أهلا وسهلا فيك بهي معك دوت كوم. Thank you كتير على الفرصة مرة تانية. ريم خبرينا عن بلقيس نيو كولكشن SS17. شايفين كولرز باستيل والديزاينز كتير سيمبل وإليجنت. خبرينا أكتر عنهم. مزبوط. احنا هلا بفاشن فورورد عم نعلن سبرينج سمر 17. الكولكشن تبعتنا اسمها بلاشت جاردن. هي من الوان الطبيعه, من الوان الحديقه, مينلي البينك, الاخضر والازرق. اللون الالوان الطبيعه الطاغيه هي الباستيل, الالوان الفاتحه, بس كمان دخلنا البوب كولرز عشان نعطي حيويه وروح للمجموعه ولنرضي كل الاذواق. ثانك يو لكم. هاي رولا, اهلا وسهلا فيك على هي معنا. اهلا فيكم رولا. خبرينا عن the new collection. New collection اكيد كفيت الفكره الدايناميك اكسسوارز واخذت مور انسبيريشن من الاركيتكتشر والفن, واي ديفلوبت اكثر يعني بديزاينز اللي بيكونوا في عمليين اكثر. يعني مثلا قبل بالبريفيوس كولكشن كان في كلتشز بشكل معين, هالسنه مثلا اي ميد ذم شولدر باجز فور اكزامبل. هيدي الكروس بودي اللي هون, This is our favorite. Definitely our favorite. استخدمت التريانجلز والفورمز اللي كانوا موجودين بهديك الكولكشن, بس عملتها ان كروس بودي اللي هي اكشلي عمليه اكثر, بس نفس السيجنتشر بتبقى. والفكره هون انه ذا ليذر ما فيك تقولي ما فيك عن جد تحسي اي لون, هي موف, تركواز, اسود, بتضلها عم تتغير كيف ما برمتيها بتتغير. بنفس الوقت التريانجلز من جهه بيكونوا بيربل ومن جهه بيكونوا بلو, سو كمان في دائما هالفكره الالمنت اوف سربرايز اللي موجوده بالديزاينز عاده. ثانك يو رولا, بس اوف لك. ثانك يو فيري ماتش.